صرحت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين خطت خطوات بارزة ومتميزة في مجال دعم المرأة، وحققت العديد من النتائج والمنجزات والمكتسبات على كافة الأصعدة والمجالات، وأن مجلس النواب يعتز بالإشادات البرلمانية الدولية لبرنامج تقدم المرأة البحرينية، وعلى استعداد تام للتنسيق والتعاون لاعتماد البرنامج كنموذج برلماني دولي. وأكدت أن ما وصلت إليه المرأة البحرينية من مراتب متقدمة ومناصب قيادية كبيرة على مختلف الأصعدة والمجالات قد تحقق بفضل الرؤية الثاقبة والدعم الرفيع من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبالجهود المتواصلة والمبادرات المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى في مجال تقدم المرأة ودعم حصولها على كافة حقوقها الكاملة وإدماجها في الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة والنهضة الوطنية الشاملة وتخطي مرحلة التمكين إلى مرحلة تقدم المرأة. وأوضحت أن مملكة البحرين ترحب بالتعاون في مجال دعم دور المرأة مع الدول الصديقة ومن خلال الاستفادة من التجربة البحرينية الرائدة في تقدم المرأة. جاء ذلك خلال لقاء معاليها على هامش منتدى قمة القيادات السياسية المنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو بدعوة من المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبحضور رئيسة البرلمان اللاتيفي ورئيسة البرلمان بزيمبابوي ورئيسة البرلمان الأستوني، حيث أشدنا ببرنامج تقدم المرأة البحرينية وكافة الجهود والمبادرات الحضارية النوعية التي تستحق أن تكون نموذجا برلمانيا دوليا معتمدا. وأشارت معاليها لدور البرلمانيات في دفع المجتمع الدولي لإعادة النظر في التحركات المتبعة لتقدم المرأة في كافة القطاعات خاصة مجال المشاركة السياسية.